ارباع. فيك طالعين كذي ايه العاب كراش اللي على الجيم بوي ادفانس. انا غاثتني النظره حق هالالعاب، بس سالهم على الجيم بوي ادفانس بدل كونسل، فالناس يعطونهم نظره غير ويتكلمون عنهم اقل كأنهم العاب خايسه. من بعد دراث اوف كورتكس يونيفرسال ماكتفو بترافلرز تيلز يبون يغيرون مطورين بعد. هذه الفتره اسميها فتره ضياع كراش، ما تدري العاب كراش شنو بتصير وعند منو. صاروا مطورين وايد يشتغلون على العاب كراش مختلفه، على كونسل، على جيم بوي ادفانس، حتى على تليفونات نوكيا القديمه كان عليها العاب كراش. فجاه لعبه سيارات، وفجاه بلاتفورمر بالنظام القديم، وفجأة كراش تونسانتي. ترافلرز تيلز كانوا واضحين من البداية شنو يبون يسوون. بعد ذراف الكورتكس بدأوا الشغل على الشيء اللي كانوا يبون يسوونه من البداية، وعلى ما يخلصون دشوا مطورين غيرهم فيكاريوس فيجنز عشان يسوون ثلاث ألعاب على جيم بوي ادفانس ولعبة على كونسل اللي هي نايترو كارت. هالمرة بس بتكلم عن ألعاب على جيم بوي ادفانس. أول لعبة كراش على جيم بوي ادفانس، وأول لعبة كراش على جهاز محمول، أول لعبة كراش ما تكون على جهاز سوني، كراش ذا هيوج ادفنتشر. هاللعبة تعتمد على كراش 1 و 2 و 3، حتى تقدر تختار مراحل بالترتيب نفسهم، وحتى الموسيقى منهم. وهاللعبة تسوي نفسها ما تدري عن ذراث الكورتكس، كرانش مو موجود ولا العناصر، حتى البداية نفس بداية كراش 3، بس المشاهد مجرد كلام مكتوب وصورة ثابتة. انا فاهم ان الجيم بوي ادفانس ما تقدر تسوي اشياء قوية، بس صورة ثابتة كذي شوي ممل. هذه الخطة اللي راح تنجح، عندي جهاز يصغر كوكب الارض وبكذي اقدر اسيطر على العالم. يلا كراش جمع الجواهر عشان تنقذ العالم للمره المليون. اي هذا هو كراش، اكسر صناديق واذبح كائنات زاحفه ونبات يبي ياكلني، ادش بونص عشان اكسر صناديق اكثر واجمع فاكهه واجمع ارواح ومعاي بردقه يحميني. من اكثر الاجهزه اللي لعبت عليها العاب بحياتي كانت جيم بوي ادفانس، فلما تقولي لعبه كراش على جيم بوي ادفانس اقول لك ابيها الحين، بس لانها على جيم بوي ادفانس فلازم تتخلى عن اشياء مهمه تتميز فيها العاب كراش. اللعبه كلها 2D، يعني الصوره ما تكون قدام وتتغير على الجنب بعدين تصير وراك، ما في مشاهد 3D، ما في تمثيل ولا في اي كلمه غير بردقة. انا فاهم ان هذه قوة الجهاز وهذه حدوده، بس لما تنقل لعبة كونسول على جهاز محمول ما اقدر ما افتقد هالاشياء، خاصة من بعد ما تعودنا على العاب الكونسول. اول مرحلة باول عالم تكون بغابة، لان كراش الظاهر يحب الغابات. المرحلة الثانية اكيد بتكون مرحلة ماي، هذا كراش. المرحلة الثالثة غابة مرة ثانية، لان ليش لا؟ في كاريوس فيجن فاهمين تصميم مراحل كراش وعرفوا يسوونها عدل بهالجزء، ما يعيدون نفس الفكرة طول المرحلة، والافكار تدش شوي شوي كل ما تلعب اكثر، وفي اماكن سرية، والتشيك بوينت مو زايد عن حده ولا اقل، حتى بالمرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الثلج، تنزل مكان ويطلع لك كان عملاق تنحاش منه، بعدين ترجع حق البلاتفورمينج من العالم الاول، تعرف انك لما تلعب هاللعبة ما راح تمل، بعدين شلون تمل اذا الدب اللي نابح رجع؟ تصميم المراحل يكافئك على السرعة، تقدر تاخذ راحتك بكل شيء اذا تبي، وتقدر تدوس وتسوي كل شيء بسرعة. شفت بطريق يبي يطقك؟ لا توقف، تحرك بسرعة الحين وطقه. حتى الحركات اللي تاخذهم من الباسز يسرعون لعبك، ما في بازوكة تحتاج انك توقف مكانك عشان تطق، كل شيء تسويه وانت تلعب بدون لا توقف. اللعبة كلها تشجع اللعب السريع، حتى مراحل الماي اللي المفروض تكون بطيئة ما تحس بالبطء لانها تخلص بسرعة، بس ما في مراحل تشجع السرعة اكثر من مراحل البواليع. بمراحل الغابة ممكن تنطر عشان يلك شيء وتنط عليه، او ممكن تصعد بشكل عمودي. مراحل البواليع تخليك طول الوقت تمشي بشكل افقي وما تنطر، وهذه المراحل الوحيده اذا كان عندك ثلاث بردقات تقدر تمشي بدون تفكير كمكافاه لك. اذا كنت ابي العب لعبه كراش سريعه على طول راح اشغل هاللعبه. الحين وصلنا حق الباص الاول دينجو داي، للاسف ما في مشاهد حق الباصز. اول ما تضغط على الباص على طول تدش عليه حتى ما يطلع لك كلام، لما يطق السقف انت تتحرك وتروح الصوب الثاني، بعدين دينجو داي اللي يطق نفسه وهذه فرصتك عشان تطقه، وبعدها يطلع قرش من يمين وقرش من يسار تقدر تطقهم او توخر عنهم، بعدين تسوي نفس الحركه ثلاث مرات، المره الثالثه يكون في قرش ودينجو داي اللي يطق بنفس الوقت فممكن يصيدك فيها. فهالبوس ممتاز وفكرته حلوة بالنسبة حق بوس اول، تاخذ سوبر بادي سام وتنط وتضغط ار عشان تكسر صناديق. هذه الحركة تقدر تسويها من بداية اللعبة، بس الحين اعتقد صارت اقوى يمكن. مدلينج مارس شنو؟ كورتكس قاعد تخربط انت، انجليزي هذا؟ انت ايش فاهمك عاد؟ هذه مصطلحات اكبر منك، حق علماء يسيطرون على العالم. اي
احلى شيء لما نحاش من العملاق هذا هو اني لازم ادوس تضغط بي عشان تصير اسرع. اذا ما حاولت تصير سريع وضغط بي وايد راح يصلك، فلازم تعرف متى تدوس ومتى تبطئ عشان تركز على النط والبطاريق. ولما تموت شكل العملاق زعلان كنا يقول ليش الكل ينحاش مني. العالم الثاني يدخل هالمراحل اللي تسويه انك تطق بنفس الطريقه ونفس البطء وتنطر المرحله تتحرك بروحها مع اشياء خايسه 2D كل ما تقرب عندها تكبر. لما يطلع منطاد لازم تطق صوره كورت تكس عليه. هذه أخيس مراحل باللعبة، حركتك بطيئة والطريقة اللي تطق فيها بطيئة والمراحل تطول ولا تقدر تتحكم بسرعتها. المرحلة بروحها تتحرك وكل شيء يطلع لك نفس الطريقة توخر عنه، وطول المرحلة تسمع هالأصوات. هالمراحل أخيس من مراحل سياكل بكراش 3، مرحلة بواليع، مرحلة ماي ومرحلة غابة، فيهم أفكار أكثر وصعوبتهم زيادة بشكل منطقي من بعد العالم الأول. أنجن رجع مع أصوات مزعجة. أول مرة أنجل يكون بوس فاشل لهالدرجة، وين الصعوبة؟ وليش نظام اللعب نفس نظام أخيس مرحلة باللعبة؟ ومنو اللي قرر أن هالأصوات مو مزعجة؟ هذا ثاني أخيس بوس باللعبة. المهم لما تفوز عليه تقدر تنط مرتين. أوه كوكو، نسيت أنك موجودة أصلاً. العادة أنت تساعدين كراش أنه ينقذ العالم، هالمرة تقولين يلا كراش روح جمع الجواهر. شكل كراش وهو يتحرك مضبوط عدل، مشيته نطته ركضته. بالعالم الثالث تبدا مراحل بلاتفورمينج بالفضاء حلوه، في اشياء لازم تتحرك بسرعه لما توصل لها قبل لا تنقلب، وفي شيء يطلع شوك. مرحله الغابه هالمره فيها ناس غثيثين يطقونك باشياء سريعه ومرات ما تبين شنو هذا، شنو اللي طقني، يعني شلون بشوف هالشيء. انا قلت انجن اخيس بوس لان في واحد اخيس منه، بوس العالم الثالث تايني. في 5 اماكن توقف عليها وتايني ينقز من مكان للثاني لما يتعب وتطقه، بعدها يكسر واحد من 5 اماكن، وكل مره تلعب البوس راح يكسر نفس الاماكن بنفس الترتيب. اول مره تطقه يكسر اللي على اليسار، وثاني مره يكسر اللي فوق، وهالمكانين اثنينهم ما راح تحوشهم حتى لو تتحرك من الاماكن اللي تحت مستحيل تخسر، وهو ما عنده شيء يطقك فيه غير انه ينقز. البوس حده سهل وغبي، ما ادري شنو الفكره منه اصلا. ليش يكسر هذين الاثنين عشان يصير اصعب؟ شلون بيصير اصعب اذا بيكسر الشيئين اللي ما يفيدوني؟ دينجو دايل كان يطق صواريخ، بعدين صخر ينزل من فوق، بعدين في قرش، حتى انجن عنده 4 اماكن يطقك منها، هذا ما عنده شيء بس ينط. المهم بعدها تطلع حركه حلوه، تضغط بي ورا بعض عشان تدور مده طويله، تقدر تستعملها عشان تطق او عشان تنزل على بطيء اذا كنت ناط. شلون؟ اسمعني كراش، يمكن تقدر على دينجو دايل، تايني، انجن، بس ما راح تقدر علي. العالم الرابع والعالم الاخير، ايه هالمرة 4 عوالم بدل 5، يعني 20 مرحلة مو 25، اعتقد لانها على جيم بوي ادفانس. المشكلة ان اللعبة اسمها كراش ذا هيوج ادفنتشر، ما ادري شلون هيوج و20 مرحلة. اوكي هاللعبة فيها وايد اشياء حلوة، بس في مشكلة واحدة كبيرة ما تكلمت عنها، التحكم. لما تقدر تنط مرتين نظامها يكون خايس، لازم من بداية النطة تضغط A مرتين، ما يصير تنط بعدين تنط بالوقت اللي تبيه. لو تتأخر بالضغطة الثانية حق A ما راح ينط، ما راح يسوي شيء، راح ينط نطة واحدة وبس. يعني ما تقدر تنط مسافات طويلة، ما تقدر تنط نطة واحدة بعدين تنقذ نفسك بالنطة الثانية، ما تقدر تسوي هالحركة. وفي مشاكل ثانية بعد بالتحكم، مثلا لما تتزحلق تبي تنط نطة عالية ما تضبط كل مرة. التحكم هي أكبر مشكلة باللعبة، بس تقدر تتعود عليه مع الوقت. الحين نهاية اللعبة مع آخر بوس كوبتكس. هذا بوس ممتاز وشوي صعب، هو عنده سلاح يطقك فيه وانت توخر عنه، بعدها يحاول يطقك بطلقة قوية، انت تروح عند الجواهر وتوخر على اخر لحظة عشان يطق الجوهرة بدال لا يطقك. لما يطق كل الجواهر تفوز، كل مرة يطق جوهرة يغير اسلوبه، اخر مرة يطق بمليون مكان ويكون عندك فترة قصيرة توخر عنه. هذا حلو كبوس اخير، بس ما عندي مشكلة لو كان اطول، لو ممكن تطقه اكثر من 3 مرات كذي صاير انه اوه البوس الاخير، بعدين تلعب شوية وخلاص خلصت. كذي يكون فاز كراش على كورتكس، يكون فاز الخير على الشر كالعادة، وفجرنا جهاز كورتكس ورجعنا كوكب الأرض حق حجمه الطبيعي. كل هذا ساعتين، اللعبة مدتها ساعتين، حيل قصيرة حتى حق لعبة على جيم بوي ادفانس. بس بعد ما تخلص تقدر ترجع حق المراحل، تكسر صناديق وتجمع الجواهر، يعني انت عارف لعبة كراش. عادي اصلا صارت عندي مناعة، كراش يخرب عليه كل شيء يسويه، ما اهتم.
كراش ذا هيوج ادفنتشر، تعرف تنقل كراش على الجهاز محمول مع اقل تضحيه من الاشياء اللي تميز كراش. سرعه اللعب وتصميم المراحل ما يخلونك تمل، الباسز نصهم ممتازين ونصهم خياس، والتحكم مو زين، وودي لو كانت في افكار من ذا راث اوف كورتكس، لان اللعبه تستعمل نفس افكار كراش اللي موجودين على الكونسولز. هذا هو كراش بس هالمره على جيم بوي ادفانس. كراش ذا هيوج ادفنتشر لعبه حلوه بس ما تغني عن العاب الكونسول. هذه اللعبه فكرتها انها تخلي كراش بيدك وتلعبها باي وقت، ونجحت من هالناحيه. اتذكر لما كنت العب هاللعبه على جيم بوي ادفانس قبل تخلص بطاريتها وما فيها اضاءه، كنت مو قادر اصدق اني قاعد العب كراش على جيم بوي ادفانس، كان شيء عجيب وقتها. بس الحين ليش العب هذه بدل لا العب اجزاء الكونسول؟ هذه هي نفس الافكار، الشيء الوحيد اللي يميز هاللعبه هي السرعه، اسرع من اجزاء الكونسولز وبس. بعدها بسنه نزل جزء ثاني، كراش 2 and Trans، بنفس السنة اللي نزلت فيها كراش نايترو كارت. يعني فيكاريوس فيجنز كانوا يشتغلون على لعبتين كراش بنفس الوقت. أقولك هذه مرحلة الضياع، حتى المطورين ضايعين. ما راح أمشي على العوالم هالمرة، هالجزء نفس الجزء اللي قبله، فبتكلم عن التغييرات والقصة والباسز. الحين جاهز أحكم العالم ومسخر كراش. أنا آسف كورتكس، بس أنت مو موجود بهاللعبة. شنو؟ شنو يعني؟ اوكا اوكا مل منك ويقول انت ما تعرف تسوي شيء، هالمرة يبي انت تروبي بدالك. هذا على جيم بوي ادفانس، مشاهد فيها حركة، هو صح انيميشن واحد يتكرر بس هذه على جيم بوي ادفانس، مشاهد احسب مليون مرة كذي بدل تكون صورة ثابتة ما فيها شيء يتحرك، الاحداث تكون بعد ذا هيوج ادفنتشر. انتروبي عنده خطة جديدة، هالمرة صج اوكا اوكا راح يقدر يسيطر على العالم، مساعدة انتروبي وسلاح السري انترانس. هالمرة الخطة تكون بانهم يخلون كراش وكوكو وكرانش معاهم، انترانس يقدر يتحكم فيهم، قوة تروبي وترانس مع بعض يقدرون يخطفون هم يخلوهم معاهم غصب، ونجحت الخطة. كوكو وكرانش وحتى كراش صاروا مع الشر. كراش صاير جميل اليوم. اوه لا كهو كراش، شوف القبح، ايه هذا هو كراش الصجي. كراش انقذنا، في اثنين منك، واحد مع الشر وواحد مع الخير، يلا يا كراش اللي مع الخير انقذنا. كوكو وكرانش صاروا تحت سيطرة ترانس، جمع الجواهر عشان تنقذ العالم يا كراش. الحين يمكن تسأل، كرانش؟ ايه كرانش مال ذراف في كورتكس؟ ايه مال ذراف في كورتكس. هاللعبة تعترف بوجود ذراف في كورتكس، نهاية ذراف في كورتكس كرانش يصير طيب ويصير مع كراش وكوكو. مو كفاية ان في شخصية تعبر عن تيلز، لما نضيف معاهم واحد يعبر عن ناكلز. الغريب ان اول مرحلة باللعبة فيها تعليم، تعلمك طريقة اللعب والحركات اللي تقدر تسويها. توي افكر بهالشي، لو واحد ما يعرف الحركات اللي تقدر تسويها شلون بيتعلم؟ الطريقة الوحيدة هي انه يجرب، بدال لا يجرب ليش ما تعلمه من البداية وبس؟ شلون اللاعب بروحه بيعرف انه اذا نزل ونط راح ينط اعلى؟ يمكن ما يعرف هالشي الا متأخر، فاحسن لو تخلي اللاعب يعرف من البداية. حتى التحكم في اشياء اكثر هالمرة، عندك نطتين من البداية قبل لا تبدأ اي مرحلة، انت تقدر تنط مرتين، مو شرط تعدي من البوس الثاني عشان تاخذها. من التغييرات اللي صارت هي انك ما تقدر تختار خمس مراحل بالترتيب اللي تبي، يكون عندك مرحلتين تختار شنو تلعب قبل، مو خمس مراحل. وهالشي مو خايس اصلا، بالعكس هالشي حلو، لما اللعبة تقلل اختيارك بالمراحل معناها ان اللعبة راح تختار التنويع لك، تحط لك مرحلة بنظام بعدها مرحلة بنظام غير. وانا العب طول اللعبة ما افتقدت الاختيار بين خمس مراحل، وكل اللي شفته هو تنويع اكثر من الجزء الاول، بس التحكم معفن نفسه مال الجزء الاول في نفس المشاكل. المراحل هالمرة تاخذ كل شيء حلو بالعاب كراش وتضيف عليهم افكار جديدة، وبدال مراحل الغوص بالماي اللي بالجزء الاول، هني في مراحل تتزلج على الماي وتنحاش من قرش، اذا قرب منك ويبي ياكلك تحاول توخر عنه. مو بس قرش، حتى في طيور يبون يذبحون كراش ما ادري ليش. حتى مراحل الكرة في ذا راث اوف كورتكس موجودة، وتصميم مراحل الكرة كلها اختصارات، تروح طريق اصعب بس اقصر ولا طريق اطول بس اسهل. هي مو احسن من المراحل اللي كانت موجودة في ذا راث اوف كورتكس، بس زينة ووجودها حلو. ولما تنقذ كرانش هو اللي راح يلعب مراحل الكرة بدال كراش، ولما تنقذ كوكو عندها مراحل بالفضاء. خذوا المراحل الخايسة اللي بالجزء الاول وخلوها حلوة، مو قادر اصدق اني قاعد اقول هالكلام. هالمراحل حيل حلوة، تقدر تتحكم بسرعتك باي وقت، لما تضغط بي تدوس، طول الوقت في اشياء تطلع لك وتصير وتوخر عنها بطريقة غير. الفكرة من هالمراحل انك تنحاش من النار اللي قاعد تلحقك، ما في منطاد خايس تقعد تطقه سنة، بس تحاول توصل لنهاية المرحلة باسرع ما عندك عشان تخلص. مراحل حلوة تجبرك على السرعة بدون تمطيط وبدون خياس. واهم من هذا كله مراحل البلاتفورمينج، المراحل العبقرية. شنو اللي تبيه من مراحل البلاتفورمينج؟ راح تلقاه بكراش 2 and Trans، اماكن الصناديق وعددهم مضبوط، ولا مرة حسيت اني قعدت مدة اجمع صناديق، ولا مرة مشيت مدة بدون لا تطلع صناديق. واغلب
الصناديق الموجودة لها هدف تنقز عليهم عشان تعبر أو عشان يوصلونك مكان سري. بعض الصناديق كأنهم لغز، شنو تكسر أول عشان تأخذ الروح أو تأخذ أكبر عدد ممكن من الفاكهة؟ الحفر والأماكن اللي تنط فيهم متوزعة بين المراحل، ما يحط لك نفس الشيء وراء بعض، يعني ما راح تشوف حفرة بعدين تنط بعدين تطلع لك حفرة ثانية بعدين تنط بعدين تطلع لك حفرة، ما في شيء. لما فكرة تنعاد تكون عشان فيها شيء غير، سواء دمجتها مع فكرة ثانية أو لأن الفكرة نفسها صارت أصعب. وعلى طاري الصعوبة، صعوبة المراحل تزيد شوي شوي كل ما تلعب أكثر، مو بس صعوبة اللعبة تزيد شوي شوي، كل مرحلة تلعبها تزيد صعوبتها قدامك. تعلمك فكرة وتكون هالفكرة بأبسط حالاتها، وعلى نهاية المرحلة انت فاهم الفكرة وعارف شلون تلعب وتصير أصعب. مثلا في مرحلة من البداية تدخل فكرة الحبل هذا، أول مكان ما في غير صناديق ولازم تستعمل الحبل عشان تصعد، بس لما توصل أعلى مكان بالحبل ما تقدر تنط عدل، فتعرف انك عشان تنتقل من حبل للثاني تدور، وحتى لو طحت تحتك أرض يعني ما راح تموت. اللعبة تقول لك جرب وتعلم ترى عادي. المكان اللي بعده يحط فاكهة وعقرب الطقة عشان تفهم فكرة انك تدور من حبل للثاني، واللعبة تأكد لك ان اللي قاعد تسويه صح وانت علمت فكرة الحبل. بعدين عشان تعبر لازم تنظر، هني تستوعب ان كراش يطيح اذا ثبت بمكانك على حبل، وحتى لو طاح ما راح تنظر لان تحتك شيء توقف عليه. بعدين اللعبه تبطك بانها تعطيك اصعب. هذا تصميم المراحل اللي ابيه من اي لعبه 2D بلاتفورمر، المطورين فاهمين عدل ايش قاعد يسوون. هذا مستوى تصميم المراحل اللي ذكرني بالسبب اللي خليني احب البلاتفورمرز بالاساس. هذا غير الاماكن السريه والتنويع بالمراحل، فجاه بنص المرحله انت طاير بالهواء فجاه ولا انت راكب شيء، وهذه الفترات ما تطول تركب شيء بعدها بدقيقتين انت راجع حق البلاتفورمينج. هذا التنويع بدون تمطيط، وهالمراحل فيها افكار جديدة على كراش. الجزء الاول يستعمل نفس الافكار بس يخليهم على جيم بوي ادفانس، هالجزء ضايف افكار وايد وكلها افكار عجيبة. وانا العب هاللعبة ودي ما اوقف، اصلا الوقت يمر وانا ما احس، لا بعد لما الحين ما تكلمت على البوسس. الحين ربعك مع الاشرار لان ترانس يتحكم فيهم. فاول بوس كرانش، لازم توخر عن الطلقات والصناديق الخضراء، لما كرانش يحوش صندوق اخضر تقدر تطقه، تطقه 3 مرات تفوز. شوف هذه نصيحة، لو تنزل تحت ما راح تحوشك اي طلقة، بس طق الصناديق اللي قدامك وخلك تحت. كرانش ما يقدر يسوي شيء، صدق ما ادري شنو الفكرة من هالبوس الفاشل. انا ادري ان هذا اول بوس بس هذا حيل سهل لدرجة ان وجوده ما له اي تأثير. المهم بعد ما يتمسخر من كرانش يصحى من التنويم المغناطيسي ويرجع طيب. بعدها تاخذ حركة تخليك تتزحلق مسافة طويلة، نفس ما تتزحلق تضغط R الحين تضغط L و R تتزحلق مسافة طويلة. اي هذه حركة جديدة، هالمرة يعطونك حركة جديدة وحلوة وتشجعك على السرعة. البوس الثاني كوكو، عشان لازم نحررها من بعد كرانش. هالبوس قريب من دينو دايل بالجزء الاول، اشياء تنزل عليك انت تروح صوب بعدين ترجع الصوب الثاني، هني تكون قاعد تطير وكوكو عندها ليزر، كل مره تطقها راح تستعمل صواريخ او ليزر اكثر. المره الاخيره الارض تنكسر واذا نزلت راح تحوش النار وتموت، 3 طقات انت فزت وكراش حرر كوكو. البوس ممتاز، هذا المستوى الطبيعي. بعد ما نحرر كوكو تقول انها شافت كراش تحت سيطره الشر، يمكن تقصد كراش الجميل هذاك، نسيت ايش كثر اخوها قبيح. بعدها ناخذ حركة روكت جمب، اضغط L مع A عشان تنط نطة عالية، هالحركة حيل مفيدة، تقدر تطوف أماكن وتطلع لك بلاتفورمينج بطريقة غير، وبعد تشجعك على السرعة، شيء سهل تسويه وانت تلعب على السريع، وهذه حركة جديدة على السلسلة. البوس الثالث فيك كراش، ايه الحين بنعرف ايش سالفة كراش الثاني، كل شيء تسويه كراش الثاني يقلدك، انت تحاول تخليه ينطق وتوخر، كل شيء ممكن يطق يكون موجود بالصوبين بس ترتيب غير، فالفكرة انك تحاول تخدعه، تسويها 4 مرات انت فزت، بس لا تثبت بمكانك مدة لان في صخر راح ينزل عليك. احب لما لعبة تستعمل فكرة انت تلعب شخصيتين، وهني حلو انك تحاول تخدع فيك كراش، والبوس مو سهل فلما تخدعه تحس انك عبقري، الا اذا وصلت عند البوس وكان عندك بردقة ذهبي راح تفوز بدون تفكير. بردقة ذهبي يعني عندك طقتين بدون تموت، اكيد بتفوز. ناخذ نفس الحركة بكل جزء اللي هي تقدر تطق ورا بعض. الحين تروبي اكتشف ان اللي معاهم مو كراش ومعصب على ترانس، يقول له هذا فيك كراش. انا مو عارف ليش معصب على ترانس، لان المفروض يعصب على نفسه، معقوله ما حد شك ان اللي عندهم مو كراش؟ رد ترانس هني منطقي، يقول شلون بعرف حتى انت ما عرفت. لو انا موجود ما تصير هالاغلاط، اغلاط مبتدئين. هني ترانس يسوي نفسه قوي ويقول ان ما حد يقدر يعرف مكاننا، بس طبعا هذه لعبة كراش، الجواهر تحل كل المشاكل، نجمع الجواهر ونلقى مكانهم ونمسخر ترانس. بعد ما نتمسخر منه 1,000,000 مرة هالبوس صعب، صعب حيل.
هذا عبارة عن باصين بباص واحد. اول شيء ينط عليك وانت تروح تحته، بعدين يطقك بيده، انت توخر عشان ايده تتعلق، وهذه فرصتك عشان تطقه. بس ممكن بعدها تموت لان لما ايده ترجع عادي تطقك. تسويها 4 مرات وتنتقل حق اللي بعده. الحين ترانس يطقك بدوائر، مرات كبيرة ومرات صغيرة، ولما توخر الاشعة اللي عليه تقدر تدزه تحت فيك كراش عشان يساعدك وينزل عليه نار. لازم تسويها 5 مرات عشان تفوز. اذا مت تعيد من بداية البوس. هالبوس حد عجيب، هذا من افضل البوسز بتاريخ كراش. عبارة عن بوسين، وفكرة انك تدزه عشان ينطق عبقرية. انت بتبعد عنه عشان توخر، وتبي تقرب عشان تدزه. وحلو انه لازم تطقه وايد لانه بوس اخير، احسن انه يطول بدل يخلص بسرعة. وصعوبته حلوة، المفروض يكون كذي صعب. بوس اخير. بعد نهاية الترانس تروبي ينحاش واوكا اوكا مو موجود. النهاية؟ لا مو النهاية. تعرف الجواهر اللي جمعهم كل العاب كراش؟ عندك الجواهر الوردية والبنفسجية اللي لازم تاخذها على نهاية كل مرحلة، بس باقي الجواهر الجانبية، يعني مثلا عندك الجواهر الفضية اللي لازم تكسر كل الصناديق عشان تاخذهم. هذه الجواهر اللي موجودين من كل اجزاء نعرفهم، ما لنا شغل فيهم الحين. كانت في جواهر ثانية جانبية غير عن الجواهر الفضية، تكون هي تشبه الجواهر الفضية بس في لونهم اخضر، لون احمر، لون ازرق. عادة تكون موجودة ببعض المراحل تلقاها باماكن سرية. هذه الجواهر نفسهم موجودين بهالجزء بس غير. هاللعبة فيها 3 جواهر جانبية غير الجواهر الفضية، كل جوهرة منها 4 قطع، يعني جمع 4 قطع تطلع جوهرة زرقاء، جمع 4 قطع تطلع جوهرة خضراء، جمع 4 قطع تطلع جوهرة حمراء. هالقطع موجودين بأماكن سرية بعض مراحل البلاتفورمينج. لما تجمع الجواهر هذه كلها راح تطلع 3 مراحل زيادة، ما في دور ثاني ولا عالم ثاني، بس 3 مراحل زيادة. هالمراحل الثلاث حيل صعبة، ما في أصعب منهم باللعبة كلها. وبعد هالمراحل يطلع لك بوس جديد اللي هو تروبي، اللي هو أصعب من الترانس ولازم تطق 9 مرات. بس البوس كله عبارة عن فكرة واحدة مو فكرتين نفس ترانس. تتذكر ذراف الكورتكس لما تخلص اللعبة تكون ما في نهاية، يقولك روح جمع الجواهر بعدين ارجع لي، وهالحركة غثيثة. ليش تبيني اجمع كل الجواهر الموجودين بكل المراحل؟ ايش كثرهم؟ هذا مو لعب، هذا شغل. نفس اركم نايت لما ريدلر يقولك اشتغل عندي عشان اقدر اخليك تخلص اللعبة. كراش 2 اند ترانس كل اللي عليك تسويه انك تلقى اماكن سرية وبس، مو شرط تجمع كل شيء ولا تكثر كل الصناديق. الجواهر الفضية موجودة تقدر تجمعها بس مو شرط. وكل الأماكن السرية اللي باللعبة كلها هم 12 مكان، وترى سهل تلقاهم، وعادة يكون فيهم تحدي حلو غير عن باقي المرحلة. وحتى لو ما تبي تاخذ هالجواهر، اللعبة تعطيك نهاية بعد ما تخلص ترانس. انت حررت ربعك وانهيت ترانس، يعني انت فزت. يعني في نهاية، بس اذا تبي تلحق تروبي وتتمسخر منه تقدر. عادة بلعب كراش ما اسوي الاشياء الزيادة لانها تحتاج وقت طويل واشوفها مملة الصراحة. شيء ممل اني ادور على كل صندوق بالمرحلة واقطع شعري اذا طافني صندوق واحد. اني القى اماكن سرية احسن من اني اكسر كل الصناديق. هاللعبة عجيبة، حتى فكرة القصة عجبتني. سيطروا على ربع كراش، هو لازم يطقهم عشان يحررهم. كراش لازم يطق اخته عشان يحررها، هالشيء مو طبيعي. وشلون كورتكس مو موجود كلش للنهاية؟ هذه حركة قوية وحلوة حق لعبة جانبية. ليش ما تجرب لعبة كراش بدون كورتكس؟ هاللعبة حيل حلوة، المشكلة الوحيدة فيها هي التحكم نفس الجزء الأول، بس تقدر تتأقلم معه. وغير كذي هاللعبة حيل عجيبة، عبقرية المراحل والأفكار والتنويع بينهم. كل شيء صغير باللعبة لا معنى. مرات ألعب لعبة نفس ماد ماكس وأقول ليش أقدر أنط إذا ما راح أستعمل النطة حق أي شيء، ومرات ألعب لعبة نفس كراش 2 أند ترانس وأقول كل شيء بهاللعبة لا معنى ولا هدف. هاللعبة تقريبا كاملة. هذه مو بس تاخذ العاب كراش وتحطها على جيم بوي ادفانس بنفس افكار، هاللعبة تضيف افكار ابداعية حق السلسلة كلها، والحركات اللي تطلعها بعد البوس تسرع اللعب وتضيف افكار جديدة تلعب فيها لعبة كراش، سواء تتزحلق مسافة طويلة ولا تنطط عالية. مدة المراحل لا طويلة ولا قصيرة، طول وقت المراحل مضبوطة مدتها. وتوزيع الافكار بين المراحل خليك ما تبي توقف لعب لانك طول وقت بتعرف شنو اللعبة تعطيك. وجود هاللعبة يلغي اهمية الجزء الاول. تدري شنو؟ لا تلعب الاول، ذا هيوج ادفنتشر بطقك خليه يدف، العب هالجزء وبس. كراش 2 اند ترانس مو بس من افضل العاب كراش، هذه من افضل العاب الجيم بوي ادفانس. لا 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 لا، مو بس من افضل العاب الجيم بوي ادفانس، هذه من افضل العاب 2 دي بلاتفورمرز بالتاريخ بكل اجيال. اي انسان لعب مره واحده بحياته اي لعبه كراش ثانيه لازم يلعب كراش 2 اند ترانس. هاللعبه عجيبه حتى لو كورتكس مو موجود فيها. حتى لو كورتكس مو موجود فيها، 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 مو موجود كلش للنهاية. وشلون كورتكس مو موجود، 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 مو موجود فيها، 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 مو موجود فيها.
كراش ذا هيوج ادفنتشر، تعرف تنقل كراش حق جهاز معمول يرباع